اليوم وخلال مشاركتنا مع المتضررين من أبناء شعبنا خاصة ملف 2014 وغيرها من الملفات العالقة في إدارة الأونروا، لنؤكد على إيصال عدة رسائل أن إدارة الأونروا ملزمة بدفع كافة الاستحقاقات وغيرها من الالتزامات للاجئين الفلسطينيين ولكافة المواطنين الذين تضرروا من العدوانات الإسرائيلية على شعبنا. اليوم نقول أنه من غير المقبول أن تواصل الأونروا التذرع والتحجج بأن هناك عجزا ماليا يجتاح موازنتها، وبموجب ذلك يتم تأخير تقديم الخدمات لمستحقيها من اللاجئين وكافة أبناء شعبنا. اليوم الأونروا مطالبة ألا تتأخر عن دفع هذه المستحقات، سيما وأن هناك اجتماعا يعقد للجنة الاستشارية في العاصمة الأردنية عمان. نؤكد بأن اللاجئين الفلسطينيين، ومع أن قضيتهم قضية سياسية، إلا أن من حقهم الإيفاء بكل الالتزامات لهم من قبل الأونروا، خاصة وأنها المسؤولة عن إغاثتهم وعن الوقوف إلى جانبهم في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.